انسان اللي هو فنان، انسان مبدع، قاص بشكل رائع، بشهادة نقاد، بشهادة أدباء كبار اللي الحمد لله غادي بالأمور ديالو بخير. كذلك سي شرقي بكرين هو الإنسان ديال الخبر والخبر الصادق والكلمة الصادقة يعني، وكيقول رأيه في الإنسان بكل موضوعية وبكل صراحة. بالنسبة لبكرين الشرقي، عندما تم تعيينه هنا بمدينة خريبكة رفض تلك الحياة الروتينية المبنية على ثلاثية البيت، المؤسسة، المقهى، كما هو الشأن بالنسبة لكثيرين هنا بمدينة خريبكة. وكان توجهه هو توجه صائب، أنه كان يميل كثيرا إلى العمل الصحفي، لذلك كان من الأوائل الذين اشتغلوا مع جريدة الأحداث المغربية، إن لم نقول أنه يعتبر بحق أنه أحد مؤسسيها إن صح التعبير. لماذا؟ لأنه كان من الأوائل الذين وقعوا مقالات لتلك الجريدة. هو أب، هو فنان، هو أخ، وأكن له كل تقدير وكل احترام، لأن في بعض اللحظات كنحس براسي بوحدي، كندور بجنابي كنلقى سي شرقي بكرين معية سي أحمد المساعد. صراحة سي شرقي بكرين كنتمنى ليه من قلبي مسيرة طيبة، كنتمنى ليه من قلبي يكمل في المسار الصحفي ديالو، لأنه فعلا صحفي بشكل كبير. أعتقد أن بكرين الشرقي لو لم يكن التعليم مصدرا لرزقه لا اتجه صوب الصحافة. لماذا؟ لأنه يعشقها، وبالتالي أن هذا المجال يرى فيه ذاته. الناس اللي شجعوني، من الناس اللي وقفوا معايا، خيره ما عمري ما غادي ننساه، خيره كبير عليا وفضله كبير عليا. فهو كما قلت يرفض تلك الحياة الروتينية، وبالتالي أنه لما يشتغل بالصحافة فقد وجد ملاذا آخر وهو العمل الجمعوي، وكان تكوينه بدار الشباب الزلاقة التي أعطت الكثير من الأطر في كثير من المجالات، وبالتالي هذا العمل الجمعوي توزع، أو بالتالي أنه أخذ عدة مسارات، فقد اشتغل في مجال الطفولة، قد اشتغل في مجال المسرح كتحدي لمجموعة من الإكراهات، اشتغل بالفيلم التربوي، وكان ولم يكن منتظرا أن يفوز الشرقي بمجموعة من الجوائز، ولكنه تحدى مجموعة من الإكراهات واستطاع أن يفرض اسمه داخل الفيلم التربوي. بخلاصة يمكن أن أقول أن بكرين الشرقي هو إنسان عندما تقترب إليه فهو ذو طبع متسامح، وبالتالي أنه متريث في اتخاذ مجموعة من القرارات. بالنسبة لعلاقته بأصدقائي فأقول أنه ما يميزه هو الوفاء والإخلاص للأصدقاء.